أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع أدم وإياد. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض الدورة الأولى وبالضبط الفرض الأول للدورة الأولى بالنسبة للسلك الإعدادي، هنشوف نموذج من نماذج مادة التربية الإسلامية. بالنسبة لهذا النموذج فهو يتعلق بالفرض الأول الدورة الأولى مادة التربية الإسلامية بالنسبة للمستوى الثانية إعدادي. إذن الثانية إعدادي مادة التربية الإسلامية الفرد الأول الدورة الأولى. إذا نحاول نخدمو هاد الفرد مع شرح الأسئلة باش يجيكم إن شاء الله امتحان سهل ديال مادة التربية الإسلامية. إذا مادة التربية الإسلامية كتبدأ بواحد الوضعية التقويمية، يعني خاصكم تقراوها مزيان باش تجاوبوا على يعني الأسئلة انطلاقا من الوضعية والدروس اللي شفتو في مادة التربية الإسلامية. إذا بالنسبة للوضعية التقويمية، نوفل شاب يبحث عن عمل قرر زيارة أحد العرافين يطلعه على المستقبل، فقال له عاصم: الله وحده من يعلم الغيب، وإذا أردت عملا فابذل الأسباب وابحث عنه، عليك بعبادة الله والمحافظة على الصلاة يوفقك للعمل. قال نوفل: أنا أريد عملا، فما علاقته بالعبادة؟ عاصم: العبادة تشمل كل مناحي الحياة، فالعمل أيضا يكون عبادة، وهجر المعاصي وأصدقاء السوء طلبا للعمل، اقتداء بهجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة طلبا للأمان والنصرة، وعدم حدود الله وكن قادرا على تحمل المسؤولية. إذا نحاول انطلاقا من هذه الوضعية اللي كتناقشنا العلم بالغيب مجموعة ديال المواضيع، إذا نحاول نجاوبوا على الأسئلة ونبداو بالسؤال الأول: وحدد موقفي من تصرف نوفل. إذا نوفل ماذا قرر؟ قرر زيارة أحد العرافين ليطلعه على المستقبل. إذا هذا تصرف خاطئ، تصرف غير صائب، لأن المستقبل غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. إذا نكتب الجواب بهذه الطريقة. إذا نوفل، تصرف نوفل غير صائب، تصرف نوفل غير صائب. إذا تصرف نوفل غير صائب، تصرف نوفل غير صائب، لأن المستقبل غيب ولا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم الغيب إلا الله. نعم هذا هو يعني التعليل. إذا دائما نكتب جواب كيقول لك يعني لماذا، واخا كيقول لك أحدد موقفي غتعطي التعليل لماذا. إذا انتقلوا سؤال آخر اللي هو سؤال ثاني. قال عاصم لنوفل: عدم حدود الله وكن قادرا على تحمل المسؤولية. إذا قال عاصم لنوفل: عدم حدود الله وكن قادرا على تحمل المسؤولية. إذا أول تعريف عندنا حدود الله ماذا تعني؟ إذا تعني محارمه التي نهى عن انتهاكها وارتكابها كالزنا والقتل. إذا نكتب هذا التعريف عندكم خاصكم تحفظوه. إذا ما معنى حدود الله؟ محارمه التي نهى عن انتهاكها وارتكابها كالزنا والقتل. إذن هذا التعريف الأول. إذن حدود الله، إذن هذا التعريف الأول. ننتقل إلى التعريف الثاني. إذن بالنسبة للتعريف الثاني، إذن هنا واحد الخطأ، إذن هنا حرف الحاء، إذن صحينا. إذن تقلو أعرف المسؤولية. إذن ما معنى المسؤولية؟ إذن عندما نتحدث عن المسؤولية فإحنا نحن نتحدث عن ماذا؟ نتحدث كل ما كان الإنسان مسؤولا عنه ومطالبا به من أمور وأفعال قام بها تتعلق بالدنيا والآخرة. إذن نكتبه بالنسبة للتعريف الثاني. إذن كل ما كان الإنسان مسؤولا عنه. نكتبه معايا: كل ما كان الإنسان مسؤولا عنه
ما يعني مطالبا إذا ومطالبا ومطالبا بماذا به من أمور به من أمور ومطالبا ومطالبا إذا هنا ومطالبا به من أمور من أمور وأفعال وأفعال قام بها تتعلق قام بها قام بها تتعلق تتعلق بماذا؟ تتعلق بالدنيا والآخرة بالدنيا والآخرة بالدنيا والآخرة. إذن هذا هو التعريف المسؤولية. نعم، إذا ننتقل إلى السؤال الثالث. أقسم الله تعالى بالنجم على صدق نبوة محمد عليه السلام وكونه ينطق بوحي من الله، أكتب الآيات التي تبين ذلك من سورة النجم. إذن هذا استظهار كتابي، إذن نحاول نكتب هذه الآيات مع الشكل بدون أخطاء إملائية. بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذن هذه هي الآيات القرآنية. انتقل السؤال الموالي، استخرج من هذه الآيات مثالا لقاعدة تحقيق الراء وعلل لماذا رققت. إذا نخرج كين مثلا، والنجم إذا ما ينطق عن الهوى علمه ذو مرة ثم دنا فكان فأوحى إلى ربه ما أوحى. إذا نزلنا آية أخرى باش بلينا ترقيق الراء، ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. إذا كين هنا مثال، نكتب المثال أول، إذا نكتب المثال أول اللي فيه ترقيق الراء. إذا أول حاجة يرى، إذا يرى، وثاني حاجة اللي هي أخرى. إذا هنايا بالنسبة لترقيق الراء فيها الإمالة، إذا هنا ترقق هنا لأنها، إذا نكتب بدا التعليل رققت لأجل الإمالة، رققت لأجل الإمالة، رققت لأجل الإمالة، رققت لأجل الإمالة. إذا هذا هو التعليل. ننتقل إلى السؤال الموالي، اشرح حسب السياق ما يلي. ما غوى معنى ما أضل عن الحق وما حدا عنه. إذا نكتب ما أضل، إذا ما أضل عن الحق، ما أضل عن الحق وما حاد عنه، وما حاد، وما حاد عنه، وما حاد عنه، وما حاد عنه. نعم، إذا ننتقل إلى الشرح الثاني اللي هو ذو مرة، معناه ذو قوة وشدة، ذو قوة، ذو قوة وشدة، ذو قوة وشدة. نعم، ننتقل إلى السؤال الرابع. قال عاصم، الله وحده من يعلم الغيب، أعرف الغيب. ما معنى الغيب؟ هو الذي يعجز العقل والحواس عن إدراكه ولا يعرف يعرف إلا عن طريق الوحي. إذا نكتب هذا التعريف، هو الذي، هو الذي يعجز، هو الذي يعجز العقل عن إدراكه، هو الذي يعجز العقل عن إدراكه، هو الذي يعجز العقل عن إدراكه، عن إدراكه، ولا يعرف إلا عن طريق الوحي، ولا يعرف إلا عن طريق الوحي، ولا يعرف عن إلا عن طريق الوحي. إذن ولا يعرف إلا عن طريق الوحي. إذن هذا تعريف الغيب. ننتقل إلى السؤال الموالي، أذكر أثرين من أثار الإيمان بالغيب. إذن نكتب مباشرة الحصانة من الوقوع في الخرافات والشعوذات. إذن الحصانة من الوقوع، الحصانة من الوقوع في ماذا؟ في الخرافات والشعوذة، في الخرافات، في الخرافات والشعوذة، والشعوذة. إذن نكتب أثر آخر، إذن هذا الأول، كتب أثر آخر. مثلا دوام مراقبة الله إذن عز وجل، إذن دائما كتقول أن الله يراقبني، ما تقدرش تعمل شي حاجة خايبة. إذن دوام، دوام، دوام مراقبة الله عز وجل، دوام مراقبة الله عز وجل، الله عز وجل.
نعم، إذا كتبنا الأول وننتقل إلى السؤال الخامس. أذكر دافعين من دوافع الهجرة إلى الحبشة. إذا دافع الفرار بالدين إلى بلد آمن، وكذلك الاضطهاد والظلم والتعذيب الذي تعرض له المؤمن. إذا نكتب الاضطهاد إذا الذي تعرض، إذا الاضطهاد والظلم والتعذيب، والظلم والتعذيب، والظلم والتعذيب، والظلم والتعذيب الذي تعرض له المؤمنون، الذي تعرض له المؤمنون، له المؤمنون. إذا هذا بالنسبة الدافع الأول. نكتب دافع آخر، إذا الاضطهاد والظلم الذي تعرض له المؤمنون. الدافع الثاني الفرار بالدين إلى بلد آمن. الفرار بالدين إلى بلد آمن، إلى بلد آمن، إلى بلد آمن. إذا هذا الدافع الثاني. ننتقل إلى السؤال، أجب بصحيح أو خطأ. إذا قرأوا جملة ونحددوا صحيح أو خطأ. كان عدد المهاجرين في الهجرة الأولى 83 رجلا و 17 امرأة. خطأ. إذا هنا خطأ. بالنسبة للسؤال أو جملة الثانية، كانت بيعة العقبة الأولى في السنة 12 من البعثة. صحيح. إذا ننتقل إلى الجملة الثالثة، من وسائل تعظيم حدود الله وشعري وجه القلب. إذا نعم، إذا صحيح، صحيح. بالنسبة للسؤال أو الجملة الرابعة، مصدر المعرفة في عالم الغيب والعقل. إذا هنا قلنا الغيب لا يدركه، إذا لا يعجز العقل والحواس عن إدراكه. إذا هنا خطأ، إذا نكتب خطأ. إذا جاوبنا على السؤال، ننتقل إلى السؤال الموالي. إذا بالنسبة للسؤال الموالي، قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. استخلص من هذه الآية شرط قبول العبادة. إذا كاين شرطين. الشرط الأول، من كان فليعمل عملا صالحا. إذا أول حاجة، إذا الإخلاص، إذا الإخلاص الشرط الأول، الإخلاص الشرط الأول، الإخلاص. الشرط الثاني، ولا يشرك بربه أحدا. معنى هنايا الشرط الثاني عنقولوا الصواب. إذا هنا بالنسبة الشرطين اللي خرجناهم، كين الإخلاص والصواب، الإخلاص والصواب. ننتقل إلى السؤال ب، إملأ جدول بما يناسب. عبادة لازمة، عبادة متعدية. إذا عبادة لازمة يعني عبادة بحال أركان الإسلام. إذا عندنا الصلاة، الصيام، الصيام وبعد أمثلة، مثلا ذكر الله، الحج، ذكر الله، الحج. بالنسبة هذه بالنسبة للخانة الأولى. الخانة الثانية ممكن، إذا هنايا الزكاة، الزكاة، الزكاة كاين، والصدقة، الزكاة والصدقة. ممكن نكتبوا كذلك إماطة الأذى عن الطريق، كذلك صدقة إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك مثلا بناء مسجد، حفر بئر، إلى آخر أي حاجة إذا فيها الأجر. بناء مسجد، حفر إبر، بئر عفوا، حفر بئر. نعم، إذا هذا بالنسبة للخانة الثانية. ننتقل إلى السؤال الثامن، المسؤولية أمانة عظيمة يجب المحافظة عليها. أذكر أسس تحمل المسؤولية في الإسلام. كاين القوة، الأمانة، الرحمة، العدل. كاين مجموعة من يعني أسس تحمل المسؤولية في الإسلام. إذا نكتبه الأمانة، الأمانة، القوة، القوة. كاين كذلك الرحمة، العدل، الرحمة، العدل، الرحمة، العدل. نعم، إذا هذا بالنسبة للسؤال الثامن. ننتقل إلى السؤال ب،
بالنسبة للسؤال ب، املأ الجدول بما يناسب. إذا املأ الجدول بما يناسب، إذا نوع المسؤولية تجليتها، المسؤولية تجاه الله سبحانه، إذا تتجلى في توحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه. إذا تتجلى تتجلى في توحيد الله، تتجلى في توحيد الله. إذا تتجلى، إذا هذه بالنسبة للمسؤولية تجاه الله سبحانه. إذا تتجلى، إذا هذه بالنسبة، إذا تتجلى في توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له سبحانه. إذا هذا بالنسبة للمسؤولية تجاه الله سبحانه. إذا هذا بالنسبة الأولى. انتقلوا للثانية اللي هي وذلك برعاية حقوقهم. إذا هذه المسؤولية تجاه الغير. إذا المسؤولية تجاه الغير. نعم. إذا عم شو بالنسبة تتجلى في رعايتها وحفظها من كل ما يضرها. إذا هذه المسؤولية تجاه النفس. إذا المسؤولية اتجاه النفس. إذا المسؤولية اتجاه النفس. إذا المسؤولية اتجاه النفس. إذا بقت لنا مسؤولية واحدة. إذا بالنسبة المسؤولية تجاه المحيط تتجلى من خلال الرفق بالحيوان والعناية بالبيئة والمحافظة عليها. إذا تتجلى في الرفق بالحيوان، في الرفق بالحيوان وكذلك المحافظة على البيئة. نعم. إذا جاوبنا على هذا السؤال. ننتقل إلى السؤال الموالي. إذا المسؤولية تجاه المحيط تتجلى في الرفق بالحيوان والعناية بالبيئة. ننتقل إلى السؤال الموالي. كيف تستطيع أن تحول حياتك كلها إلى عبادة؟ إذا أستطيع من خلال مراقبة الله تعالى من يعني في كل أعمالي وإخلاص النية له سبحانه. إذن أبنى بالنسبة له سبحانه. فمثلا الأكل والشرب، إذا هنا نعطيو غير مثال، ممكن تكتبو هنا نفسه فيه، إذا أعطيكم أنا المثال ممكن تكتبوه ممكن ما تكتبوش. إذا فمثلا الأكل والشرب أحوله إلى عبادة إذا كان في نيتي تقوية بدني منه لأجل العبادة ولأجل كسب الرزق الحلال وهكذا. إذا ننتقل إلى السؤال العاشر. تعرف المساجد أحيانا بعد ممارسات سلوكية التي تتنافى أدب المسجد كرفع الأصوات ونجدان الضالة والاشتغال بأمور الدنيا كالتسول والبيع والشراء، ما موقفك من هذه السلوكات؟ إذا هذه السلوكات خاطئة ولا تجوز في المسجد. إذا هذه السلوكات خاطئة ولا تجوز في المسجد. نعم. ننتقل إلى السؤال الأخير من الامتحان. هل يتنافى ذلك مع تعظيم شعائر الله ولماذا؟ نعم، هذه السلوكات تتنافى لأن المسجد من شعائر الله التي ينبغي تعظيمها وله قدسية يجب احترامها. إذا نكتب الجواب نعم تتنافى وهذه السلوكات تتنافى. إذا هذه السلوكات تتنافى مع تعظيم شعائر الله
مع تعظيمي شعائري، مع تعظيمي شعائري الله. إذن ماذا؟ لأن إذن كتب دائما التعليل، لأن المسجد من شعائر الله، من شعائر الله التي ينبغي تعظيمها وله قدسية. إذن هذا بالنسبة للجواب. إذن بالنسبة للجواب، نعم هذه السلوكات تتنافى مع تعظيم شعائر الله، لأن المسجد من شعائر الله التي ينبغي تعظيمها وله قدسية يجب احترامها. بعد أن كنت لنا هذا التقويم، نتمنى أن كنتكم. شكرا وإلى اللقاء.